دكتور عفان سترمان رئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أهلا ومرحبا بك معنا دكتور. يعني أنت تعلم ولا يخفى على أحد الأزمة الخليجية التي مرت على قطر وعلى مؤسساتها المالية تحديدا. 100 يوم تقريبا هو معدل الزمني لبدء هذه الأزمة الخليجية، كيف أثرت على الوضع والملاءة الخاصة لبنك الدوحة، سواء كنا نتحدث عن الائتمان، الودائع، وكذلك عن الديون المتعثرة؟ الأمور تسير على ما هو معتاد، فالاستقرار المصرفي موجود. رأينا النتائج في النصف الأول في يونيو حزيران، بدأت الأزمة في 5 يونيو حزيران ونشرنا نتائجنا في نهاية حزيران. للأشهر الثمانية الأولى فأن النظام المصرفي وخاصة الوضع الائتماني تحسن ب 5.6%، الودائع في تحسن ب 6.1% تقريبا، ونسبة القروض إلى الودائع تحسنت مقارنة مع العام الماضي إلى 1.06%. إذن بصورة أساسية النظام المصرفي تأقلم مع حالة الحصار، وكدوحة بنك نحن لدينا سيولة قوية ورفعنا رأس مال البنك هذا العام في يونيو حزيران. لدينا رأس مال إضافي، حقوق أو نسبة الكفاية هي 17%، وبالنسبة للديون هذا موضوع التزامات على المدى الطويل. عندما يكون لدينا خطة طويلة الأجل يكون هناك لدينا طول أساسية وديون ثانوية، وبعد رفع رأس المال يتم الاقتراض. هذا أمر طبيعي يحصل في المصارف، ليس هناك أزمة كما قلتم، فالأمور تسير على ما يرام، ولدينا كفاية رأس مال قوية ولدينا سيولة قوية والنظام المصرفي والنظام المالي مستقر. نعم، لكن دكتور سترمان، يعني ماذا عن الودائع الخليجية تحديدا في ظل هذه الأزمة كما ذكرنا والتي مر عليها قرابة 100 يوم؟ يعني إلى أي مدى كان هناك تأثير على حجم أو ربما انسحاب لهذه الودائع الخليجية ربما من بنك الدوحة خلال هذه الفترة؟ لدينا عدة أماكن من العالم نحصل عليها من الودائع، و جزء من ودائعنا يأتي من الخليج وهو جزء غير كبير أساسا. بين دول الخليج سواء بعض الجيوب في منطقة الخليج التي لا تزال المصارف القطرية تحصل على ودائع منها وهي مستمرة. بالنسبة لدبي أو أبو ظبي والدول التي فيها قطيعة معها، نحن لدينا أسباب للاعتقاد بأنه كانت هناك عمليات سحب. مثلا بنك الدوحة لديه فرعان في أبو ظبي وفي دبي، في يونيو حزيران كانت هناك سحوبات ثم عادت لاحقا، والشركات المتعددة الجنسية باتت تضع الودائع. نحن دائما قادرون على الحصول على الودائع، ليس لدينا مشكلة في السيولة، ونحن ملتزمون بما هو مطلوب منا حتى في فرعي دبي وأبو ظبي. إذن السيولة تأتي من مختلف أنحاء العالم، وبالنسبة للسيولة القادمة من الخليج فإن معظم عمليات التجديد للودائع حصلت، ليست هناك قضايا جدية فيما يخص السيولة العابرة للحدود. وبالنسبة للنظام في النظام المصرفي تحديدا، في يونيو حزيران الإجمالي سحب الودائع بلغ 6 مليارات دولار، وهذا الأمر تم إصلاحه من خلال المزيد من السيولة من قبل المؤسسات الحكومية القطرية مثل البنك المصرفي القطري وجهاز قطر للاستثمار. هي ساعدت في زيادة سيولة مصارف لتحقيق التزامات. هذا الأمر اقتصر على شهري يونيو ويوليو، وفي أغسطس وفي سبتمبر في هذين الشهرين تحديدا عادت الأمور إلى طبيعتها. إذن فيما يتبين لا نية للبنك من التخرج من أي استثمارات له أو إنهاء أي خدمات له في السوق الإماراتي، وكذلك لا نية من الطرف الآخر أيضا بوقف التعامل أو سحب ودائعه مع بنك الدوحة. شكرا جزيلا لك الدكتور رهفان سترمان رئيس التنفيذي لبنك الدوحة.